السلام عليكم، معكم محمد ربيعي. باش تتفاعل باش كدب لك الشائعات اللي كانوا اليوم في موقع ولا ماشي صحيفه الكترونيه بخصوص الشيء اللي تدوز مع الفريق الرجاء البيضاوي. يعني كدب الاشاعات اللي تقالت انني ما حصلتش على الحساب الماليه. انا يعني توصلت يعني الشيء دفعته للبنك ديالي، هو يعني الشيء خرج يعني راجع مقبلش بها ديالها وقبلش بطاقة الانخراط وبطاقة ديال بطاقة الانخراط وقع من جديد راجع بداوي في بيت المدينة. وأنا دابا راجع نشكر صراحة إدارة الفريق الرجاء بداوي اللي شرفتني وكرمتني في هذاك الماتش اللي كانت مع فرق المغرب. شكرا.